النهارده الاهلي وبيراميدز نتيجه كبيره للاهلي 3-0 على بيراميدز. مش عايز اقول النتيجه ما كانتش متوقعه، يعني كان مفهوم ان هيبقى فيه نديه وهيبقى فيه فرص ضايعه، وهو فعليا النهارده كان فيه فرص ضايعه من الفريقين، بس النتيجه كانت تعبر عن سير المباراه. هل الاهلي استحق هذا الفوز؟ طب هل الاهلي استحق هذا الفوز الكبير؟ بص يا كريم، هو طبعا انت بتتكلم على نادي فيه تاريخ، فيه لعيبه كويسه جدا وعنده جمهور عظيم، ونادي بقى له سنتين ثلاثه عنده لعيبه مميزه جدا، عنده جهاز فني على اعلى مستوى، فطبيعي. وطبعا كان متصدر الدوري في كذا سبب، هو متصدر الدوري. النادي الاهلي طبعا كان عنده ماتشات في افريقيا، كان فيه اجهاد، الناس كانت في بعض الاوقات مش مبسوطه من الاداء، ولكن النادي الاهلي بيلعب بطوله ببطوله، والنهارده بيلعب فريق مميز اللي هو بيراميدز. النادي الاهلي عايز يركب الجدول زي ما بيقولوا، في نفس الوقت عارف قيمه النهارده الفريق بيراميدز. انا شايف النهارده كان ماتش حلو جدا، تكتيكي على اعلى مستوى من الجهاز الفني هنا والجهاز الفني هنا، لعيبه كمان كانت ملتزمه جدا جدا تكتيكيا وفنيا في الملعب. في نفس الوقت كان الاثنين بيحترموا، واضح قوي ان هم بيحترموا بعض جدا النهارده على في الملعب. الاول تحديدا تحس ان الفرقتين محدش يعني محدش عايز يضغط على التاني، كل واحد واقف في منطقته، تعالى لي انت بالظبط، انت زي كده كده يبقى تعالى انت. بس هو وضع طبيعي النادي الاهلي طبعا، اكيد هيبدا بدايه قويه جدا، بدايه ضغط طبيعي، ده النادي الاهلي في كل الماتشات اكيد بيضغط اول ربع ساعه، وطبيعي ان اي جهاز فني لما بيقابل النادي الاهلي بيتكلم في حته ان النهارده عايزين نمتص الحماس بتاع النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي شخصيته بانت، اللعيبه كلها كانت مركزه، اللعيبه كلها على اعلى مستوى، سواء الناس اللي بدات الماتش او اللي نزلت. بتتكلم ان كل الناس كان كل الخطوط كانت مركزه، كل الخطوط كانت ملتزمه، ده دليل ان طبعا عاملين حساب لنادي بيراميدز. زي ما قلت لعيبه كويسه جدا، لعيبه خبرات، لعيبه دوليه، عن جهاز فني من احسن اجهزه في مصر. فانت بتتكلم كان ماتش تكتيكيا كويس جدا، وفي نفس الوقت الماتشات اللي زي دي يا كريم اللي بيحافظ على تركيزه وبيستغل الفرص اللي بتيجي هو ده اللي هيعدي في اللقاء، وده اللي النادي الاهلي عمله. كان في ند، كان في هجمات هنا وهجمات هنا، لكن النادي الاهلي قدر بخبراته وبشخصيته يخلص الجيم بالفرص. كابتن ايهاب جلال بعد المباراه قال انه فرقته ما كانتش تستحق الخساره، رايك ايه؟ هو باصص لي طبعا في احاديث وفي كلام كبير جدا كانت قال على وتعليقات على كابتن ايهاب، ان هو طبعا انا مش حاطط النادي الاهلي في دماغي، حاجات كانت قبل اللقاء. فبالتالي النهارده يعني طبيعي ان هو لازم يدافع عن التيم بتاعه، وفي نفس الوقت هو شايف من وجهه نظره ان في بعض الهجمات اللي كان يقدر نادي بيراميدز يخلص فيها، لكن طبعا زي ما قلت النادي الاهلي شخصيته النهارده اقوى، تركيزه النهارده اعلى، في نفس الوقت مفيش اخطاء، عارفين النهارده 3 نقاط مهمين جدا، لكن انت بتتكلم ان الاخطاء الجوان اللي جت في نادي بيراميدز كلها اخطاء. فطبيعي ان الماتشات اللي زي دي ما ينفعش تخطئ، ما ينفعش انك انت فرص تجي لك ما تستفادش بيها، لكن النادي الاهلي النهارده كل الخطوط منظمه، كل الخطوط بتلعب بشخصيه النادي الاهلي، سواء من اول الشناوي لشريف كل الناس بتلعب بشكل كويس، حتى الناس اللي نازله ادت بشكل كويس والتزمت، فده طبيعي لان النادي الاهلي نادي كبير، وفي نفس الوقت بيلعب على الهدف الاكبر هو انه ياخد الدوري وكمان يركب الجيم، عشان هو كمان يبص بقى بعد كده لو في ماتشات افريقيا، ده النادي الاهلي.